تعد صناعة الكاش الكربلائي من أبرز الحرف التقليدية في كربلاء، حيث يستخدم لتزيين المساجد والمراقد الدينية بألوانه الزاهية وتصاميمه الفريدة، وقد اكتسب شهرة عالمية بفضل جودته العالية وثبات ألوانه على مر الزمن، مما يجعله الخيار المفضل للعديد من المهتمين بالتراث الفني والمعماري. الكاش الكربلائي تراث كربلائي قديم توارثناه أبا عن جد، ويمتاز الكاش الكربلائي بعمر الطويل وغير قابل للتلف، لذلك يستعمل في المكانات التراثية ويستعمل في الجوامع والدوائر الرسمية وفي الدور الراقية. تكون من تراب، خليط من التراب، عدة أنواع تربة نخلطها وبعد ذلك نعجنها، تدخل بماكينة عجانة، وبعد ذلك الطين يذهب إلى تقطيع بكباسات حديثة أوتوماتيك، ويترك حتى يجف، ثم يدخل إلى الفرن ويفخر، وبعد الفخر يطلع بالطلاء الأساسي أو حسب الطلب، يعني أكو قسم يردوه برتقالي نيلي أسود، نحن أما إذا نريد نزخرفه فنطليه بالطلاء الأبيض الأساسي ونزخرف عليه. رغم هذه الشهرة الواسعة، تواجه صناعة الكاش الكربلائي تحديات كبيرة، أبرزها المنافسة الشديدة من الكاش المستورد الذي يهدد استمرارية هذه الحرفة، ويطالب الحرفيون المحليون بتقديم دعم حكومي أكبر للحفاظ على هذا التراث من خطر الاندثار. نمر بفترة السبات، يعني العمل ضعيف جداً لأنه تغلغل المنتجات الإيرانية والتركية دا يطغون على عملنا، ويكون أرسب لأنه هم مثلاً معفيين من الضرائب، يقدمونهم خدمات، عندهم تقدير حاجة، إحنا كل شيء ما ينطلق. تمثل صناعة الكاش الكربلائي جزءاً لا يتجزأ من التراث الثقافي العراقي بشكل عام والكربلائي خصوصاً، لذا من الضروري اتخاذ خطوات فعالة للحفاظ على هذه الحرفة التقليدية ودعمها في مواجهة التحديات الاقتصادية والمنافسة غير العادلة. لبرنامج يوم جديد، طارق الخفاجي، كربلاء.